مساء الخير والجمال، ووصلنا لفقرة جمالك من الطبيعة والحاجات الطبيعية اللي دايما بنعملها لشعرنا ولبشرتنا. فقرتنا النهاردة مهمة جدا لكل ست وبنت وراجل كمان بيتفرجوا علينا، علشان صبغة الشعر دي مهمة جدا جدا عندنا كلنا. مفيش حد ما بيصبغش شعره، سواء من نوع التغيير أو سواء بيبقى فيه عنده شعر أبيض أو بيبقى حابب إن هو كل فترة يغير لون شكل معين. وكمان رجالة مبتدي شعرها كده يطلع فيها شعر أبيض، فبتبتدي تبقى عايزة تعمل صبغات. طبعا كتر الصبغات بتبتدي تزود الشعر الأبيض، بتبتدي تنشف الشعر جدا، بتبتدي تخلي الشعر متقصف. فناس كتير جدا جدا بتسأل على الصبغات الطبيعية أو ازاي نلون شعرنا بالحاجات الطبيعية. طبعا زمان من أيام الفراعنة معروف ان الحنة البلدي كانت من أجمل الحاجات اللي بيلونوا بيها شعرهم، لكن مشكلتنا دايما ان هي لونها بيبقى اورنج، ولون اللي هو يعني نحاسي شويه، وده مش النول لون تقريبا مفضل عند ناس كتير جدا. احنا عايزين نعمل لون بني واللون الاحمر واللون الاصفر، فدايما دي كانت مشكلتنا مع الحنه. لكن الحنه طبعا من الحاجات الحلوه جدا جدا اللي بترطب الشعر وبتقله وبتقويه جدا جدا، وكانت كمان يعني تراث عندنا، وابتدى اتنقل التراث ده للمناطق تانية والدول تانية زي الخليج والإمارات، اليمن، الهند، كل المناطق دي بيعتمدوا اعتماد كلي، والمغرب، على الحنة وحنة الشعر طول فترة يعني البنت وهي بنت، وكمان قبل الفرح دي من الطقوس الأساسية اللي بيعملوها لشعرهم. عشان كده دايما شعرهم طويل، شعرهم حلو جدا. احنا دايما عارفين ان البنات الخلايجة والمغربيات والهنود شعرهم دايما صحي جدا وحلو جدا وطويل، مش زينا احنا المصريين ما بنحبش الحنة قوي، فشعرنا دايما متهالك. النهارده بقى انا جايبه لكم حنه هندي اصلا. على فكره الحنه في منها انواع، يعني كذا نوع، في منها البغدادي واللي هي بتطلع دايما في العراق وفي اليمن وفي المناطق دي، وفي منها الهندي، وفي منها المصري كمان اللي هي الحنه البلدي الموجوده اللي احنا قلنا دايما بتدينا اللون اللي هو النحاسي، وده مش محبوب عند كل الناس، لكن هي طبعا من الحاجات الحلوه جدا. اللي انا معايا النهارده بقى الحنه الهنديه، الحنة الهندية بالروز ماري، ومخلوط كمان معاها أعشاب طبيعية حلوة جدا جدا لتتقيل الشعر، فوائدها قوية جدا للشعر. الحنة دي بقى بتعمل ايه؟ أولا بتديني ثلاث ألوان، يعني احنا معانا الألوان اللي احنا بنحبها الطبيعية، اللون الأحمر اللي هو القرمزي، مش الأحمر كمان اللي هو الناري ده، لا اللون الأحمر قرمزي اللي هو على نبيت شوية، هطلع لكم الألوان على الشاشة، واللون البني واللون الأصفر اللي هو البلوند اللي هو في ناس دايما ده اللون الأحمر بنفس درجة اللون اللي معايا، وكمان في البني اللي هو الشوكليت كده شوية، وفي الأصفر بقى اللي هو البلوند اللي هو في ناس كتير جدا شعرها دايما بتحبه بلوند أو مايل أصفر. لكن خلينا نقول الواقع، يعني هي اللون الأصفر اللي هو مش الجراي، يعني مش الدرجات اللي هي البلوند على جراي اللي هي، لأ هي على درجات الأصفر الطبيعية يعني. طيب ايه فوائدها بقى؟ عشان لما نيجي نعمل حاجه، اولا البنات اللي شعرها بني وشعرها احمر وبتصبغهم بجد انتوا فايتكم كتير جدا، لان انت اصلا شعرك بني وشعرك احمر، فانت ممكن تستفيدي ان انت بتجددي لون شعرك بلون حلو جدا ولون تحفه، وفي نفس الوقت بتحافظي عليه. فوائد الحنه دي، اولا بتعالج اي مشكله في الشعر، لو انت عندك مشكله قشره، لو انت عندك مشكله اكزيما في فروه راسك، حساسيه، في بنات عندها بتعرق كتير جدا جدا، فمع الحجاب او مع الشمس بيحصل لها زي عارفين اللي هي اكزيما اللي بتبتدي تطلع ميه في فروه الراس، الحنه بتعالج كل ده، طول الشعر جدا جدا جدا، بتعمل بتخن الشعر، يعني انت من اول مره هتعملي برضو الحاجات دي. على فكره لما بقول اول مره هتعملي ببقى عشان ده جربته كتير قوي، اكيد ما جربتش الاحمر والبني، بس انا جربت فعلا ده على ناس ثانيه كتير جدا، من اول مره بتبتدي تلاقي الشعرايه سمكها مختلف، تقيلة، تخينة، البصيلات كمان، الناس اللي بتشتكي من ان هي عندها بصيلات ضعيفة، يعني بصيلة الشعر نفسها رفيعة جدا، فالشعر بيطول ضعيف قوي، فبيبتدي يتقصف وبيبتدي يتقطع، بيحصل عندها تساقط كتير جدا، دي مفيدة جدا جدا ليها، بتطول الشعر بشكل هايل. فأنا حابة ان انتوا تعتمدوا اكتر على الحاجات الطبيعية، مدام انت لون شعرك بني او لون شعرك احمر جددي اللون دايما بالحاجات بالالوان دي. وعايزة اقول حاجة كمان، دايما الناس بتخاف من الحنة في ان هي لما بتتحط لونها مش بيطلع، هو احنا ما بقاش المفهوم ده موجود قوي، لان الحنة البلدي هي اكتر الحاجات لما بتتحط على الشعر ما بتتروحش بسهولة، او اللون الاسود
لكن اللون البني واللون الاحمر، يعني انت مثلا ممكن تكون عامله لون اصفر وتجددي وتعملي لون بني، ممكن تكوني عامله لون بني وتعملي لون احمر، ممكن تعملي الاحمر وتعملي المره الجايه بني. فانت ممكن تلعبي في الالوان، مش معنى ان انت عملتي لون واحد فتبقي ثابته عليه، لان دي من الحاجات البنات بتخاف منها جدا. طيب نبتدي بقى نعمل خلطتنا الجميله. هعمل لكم الثلاث انواع، لو انت عايزه تعملي لون احمر هتعملي ايه، لو انت عايزه تعملي لون بني هتعملي ايه، ولو انت عايزه تعملي اللون الاصفر. الحنه دي عباره عن حنه هندي، بودره الحنه الهندي، وعليها روزماري، وعليها اعشاب مغربيه لتطويل وتتقيل الشعر، قويه جدا 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 بجد، يعني من الحاجات التحفه. طيب نبتدي نعمل اللون الاحمر. هنجيب ايه؟ هتجيبي زبادي وعسل ابيض وزيت جوز هند وزيت سمسم، او ممكن زيت جوز هند بس، وهتجيبي الحنه اللي هي اللون الاحمر بتاعك القرمزي اللي انت هتعمليه. ده الاحمر هنحط، انا حاطه هنا حوالي دي علبه زبادي كامله واحده، شايفين كده؟ تمام. هنحط مثلا حسب طول شعرك طبعا، لو انت شعرك طويل حطي مثلا حوالي 4 معالق من الحنه، هنحطه كده. تمام. وهحط عليها عسل ابيض. الزبادي بقى والعسل هي اصلا الحنه اللي معايا دي بتطري الشعر جدا جدا وبتخليه يعني بيلمع قوي قوي، لكن الزبادي طبعا والعسل من الحاجات المهمه كمان، انا بحب احطها في الحاجات الطبيعيه اللي بتخص الشعر علشان تديني نتيجه اكتر. هنحط حوالي معلقه عسل كبيره ومعلقه جوز هند او معلقتين جوز هند لو انت شعرك في مشاكل شويه، ولو ان هي على فكره لو عملتيها بالميه هتلاقيها يعني مجرد بس الميه هتلاقيها حلوه جدا جدا. طيب هنخلط معاها ايه بقى عشان تعملي السمك بتاعها يكون كويس؟ بالكركديه. هجيبي ميه مغليه كوبايه زي دي، وتجيبي فيها باكت كركديه عادي جدا وتحطيها، وحطي بقى معاكي كده لحد ما تحسي انها ابتدت تتخلط وبقت سمكها كويس قوي. بصوا لونها هيبقى احمر ازاي. ريحتها كمان حلوه قوي، تخلي الشعر ريحته تحفه، وتنفع الرجاله مش هتعمل احمر طبعا يعني اكيد، بس الرجاله ممكن تعمل لون بني لان هو لون بني تشوكلت كده غامق، فهو لون حلو جدا جدا، وتنفع لو انت مثلا عندك بنوتك عندها مشاكل في شعرها او شعرها ضعيف ممكن تعملها اللون البني، لانها حاجات طبيعيه، مش فكره ان انت بتغيري اللون، لا انت فكره ان انت بتحافظي لها على شعرها، يعني انت عملتي لبنتك كده كل فتره كل شهر، هنقول كمان بتعمليها كل قد ايه. ده اللون الاحمر ظهر. تمام. نعمل بقى اللون البني. هنحط برضو زبادي ومعاها اللون البني حوالي برضو مثلا معلقتين ثلاثة. تمام. وهنجيب بقى ميه وشاي عادي جدا، الشاي اللي هو احنا بنشربه العادي اللون اللي هو بتاعنا البني، او ممكن قهوة يعني لو انت حابة ممكن تعملي قهوة. وهنخلطها برضو كويس جدا، لونها تحفة يعني اللون البني التشوكلت بتاعها ده تحفة للشعر. وهنخلطها كويس جدا جدا برضو، ونسيبها بقى تعمل ايه؟ تخمر ساعة، يعني بنسيب اللون الساعة الحنة دي تخمر. تمام. وبعدين نبتدي نوزعها على الشعر بالطريقة اللي انا هنزلها على الشاشة دلوقتي. هتجيبي شعرك كويس وتبتدي تقسميه وتبتدي توزعي على الشعر كله حتة حتة كده لحد ما تغرقي الشعر كله يبقى متغرق الحنة كويس جدا جدا، وبعدين هتسيبيها من 4 ل 8 ساعات حسب لو عندك شعر ابيض، حسب لو انت بتغيري بس اللون كده ممكن تسيبيه 4 ساعات مثلا، وبعدين تغسلي ساعتين وتغسلي لو انت مثلا بتغيري اللون عادي، لكن لو انت عندك شعر ابيض ممكن تعمليه تسيبيها 4 ساعات، ولو ما سبتيهاش الوقت ده ممكن تعمليها المره الشهر الثاني، ممكن تعمليها مرتين في الشهر يعني يا ريت. هو اللون الاحمر هيجي على وهنخلط برضو، هنحط زيت جوز الهند، انا بس يعني مستعجله عشان وقت الفقره، هتحطي عليها زيت جوز الهند وهتخلطي بقى بميه عاديه، يعني ممكن مع الميه العاديه تخلطيها.
دي هتدينا اللون الاصفر العادي لو انتي شعرك اصلا اصفر، لكن لو انتي شعرك غامق وهتبتدي تحطيها على شعر غامق مش هتديكي قوي اللون اللي انتي ده الاصفر. تمام، الالوان كده ظاهره كلها. يبقى دي البني والاحمر والاصفر بحاجات طبيعيه، بحاجات صحيه جدا جدا لشعرك، هتقل الشعر قوي، هطول الشعر بسرعه جدا جدا، وانا مسؤوله عن الكلام اللي انا بقوله ده. اعملوها وجربوها كده وابعتوا لي وقولوا لي ايه رايكم واخبار شعركم ايه من اول مره، ومن اول مره بجد زي ما بقول لكم. وقت فقرتنا قصير بس اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا والفقره عجبتكم، واستنوني كل يوم فقره جديده ووصفات جديده. فاصل اعلاني ونرجع مع بعض.